على هذه القرى وعلى يعني الحدود مع المعبر نصيب يعني حيث يتواجد عناصر الجيش الحر. الآن لم تصدر غرفة العمليات العسكرية هذه معركة تحرير معبر نصيب بالكامل، ولكن يعني نتوقع إن شاء الله في هذه الساعات القادمة إلى الصباح الباكر اليوم المقبل سيتم تحرير معبر نصيب بالكامل. المعركة بأشد وطئها في هذه اللحظات، هناك اشتباكات يعني إلى الآن لم يتم التحرير بالكامل؟ لم يتم إصدار بيان من قبل غرفة العمليات المسؤولة، يعني غرفة العمليات العسكرية التي تحارب في معبر نصيب لديها غرفة عمليات إعلامية تصدر بيان التحرير وبيان السيطرة بشكل كامل. إلى حد هذه اللحظة لم يتم إصدار بيان رسمي من قبل هذه الغرفة بأن المعبر تحت سيطرة الجيش الحر. يعني بانتظار البيان رسميا فقط. داخل. نعم. طيب صقور يمكن أن يكون هناك تقدم. صقور الجنوب أبو الهدى. يمكن أن يكون هناك تقدم كبير. تفضل. يمكن أن يكون هناك تقدم كبير داخل المعبر، ولكن لم يتم السيطرة بشكل كامل. الجيش الحر لا يصدر أي بيان رسمي، ولا يتم يعني لا يحق صراحة لنا أن نقول أننا حررنا نقطة ما حتى يحكم سيطرته الجيش الحر عليها بشكل كامل وتصبح تحت سيطرته، ولا يستطيع نظام بتلك اللحظة العودة إلى هذه النقاط وإعادة السيطرة عليها، لأن يعني بإعلان مثل هذه الأخبار بأن الجيش الحر سيطر على معبر نصيب الحدودي وهو لم تعلن غرفة العمليات إذا تم الرجوع الجيش النظامي استطاع تحريره يعني استعادته من قبل الجيش الحر، ستكون المعنويات صراحة يعني معنويات الأهالي الجيش الحر يعني معنوياتهم ستهبط بدرجة كبيرة، ولكن طيب نحن نقول الآن صقور الجنوب أبو الهدى. نعم صقور الجنوب القائدة لهذه العملية، ما هي الكتائب التي تضمها؟ هناك يعني جيش اليرموك هو الفصيل الأكبر المشارك في هذه العملية، وهناك أيضا فصائل عسكرية يعني من الجيش الحر مشاركة وفصائل أيضا إسلامية مشاركة في هذا المعبر. لم يتم إصدار يعني بيان، تحالف صقور الجنوب هو الذي أصدر بيان هذه المعركة، ولكن كما قلت لك لم يصدر البيان اللي بأسماء الفصائل بالتحديد المشاركة في هذا العمل. هناك أخبار أيضا عن فرقة عمود حوران بأنها مشاركة بهذا العمل ولها يد كبير في يعني السلاح الثقيل، لكن لا يوجد هناك، لا يمكن لنا أن نتحدث أي تحليل أو عن أسماء المشاركين إلا ببيانات رسمية تصدر عن غرفة العمليات لكي نكون نحن يعني سنكون معك أبو الهدى أول بأول لتضعنا في أي مستجدات قد تطرأ. شكرا لك.